قطب من كفر الشيخ، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامح؟ الحمد لله يا حاج قطب. الله يخليك يا استاذ سامح، انا بحييك وبحيي ضيفك الكريم والله، ومقدمتك جميله، وان شاء الله مصر بخير يا رب وهتفضل بخير، واحنا الحمد لله يعني احسن من الدنيا كلها والله. ان شاء الله. انتوا عاملين ايه؟ احنا كل واحد عنده في غيطه اكتفاء ذاتي يعني. انتوا عاملين ايه دلوقتي؟ احكي لي يومكم بتقضوه ازاي؟ احنا والله الحمد لله شغالين 100 100، وما عندناش اي حاجه خلص. شغله حاليا انا شغال في الغيط والله. دلوقتي انت في الارض؟ اه سمعت المقدمه كده عن الفول الصيف، فقلت بقى اسرح يعني والله. انت عندك يعني. عندك تلفزيون في الارض يعني؟ لا انا البيت في ريح الغيط يعني. يعني شفت المقدمه ونزلت تشتغل؟ خدت نفسي وخدت الكوبايه الشاي وسرحت والله. ربنا يوفقك. انا والله العظيم انا بحيي اي يعني الفلاح المصري. احنا عايزين الدنيا دي كلها والانتاج بتاعنا ده، احنا عايزين يعني الوزارة بتتحرك حلو خالص 100 100، يعني الحكومة من فوق 10 على 10. يعني الحمد لله الأول الرئيس عبد الفتاح السيسي لما عمل حملة 100 مليون صحة، الحمد لله احنا كده يمكن دي خطوة استباقية، عالج الناس الغلابة واللي مش الغلابة والأمراض المزمنة، فيروسات الحاجات دي كلها يعني المرض الحمد لله دخل لنا لو احنا كويسين يعني وحالتنا حلوة يعني. حافظوا بقى علشان الفترة اللي جاية دي في تحذيرات كثيرة. احنا بنحافظين والله الحمد لله. مش عايزين تجمعات، مش عايزين بقى الليل هيبقى طويل عشان بنروح بدري فنلم نفسينا ونقعد كده في الارض، لا نروح في بيوتنا نقعد مع اولادنا. لا احنا بنروح ربنا يوفقك. المغرب بتاعنا. ربنا يوفقك. محتاج اي حاجة في الزراعة؟ بالنسبة للتجول بقى استاذ سامح، احنا عايزين التجول دي حتى تنزل عينات الجمعية الزراعية. بالنسبة لتجول فول الصويا؟ التجول فول الصويا الذرة الحاجات دي لما بتنزل الجمعيه الفلاح بيلاقيها قريبه منه، لو مش عاوز يزرع فدان هيزرع نص فدان هيجرب. طب ما انت عندك برضو الاداره المركزيه لانتاج التقاوي ليها فروع عندكم في المحافظات، يعني تروح مديريه الزراعه هتلاقي التقاوي موجوده في مديريه الزراعه تبع مركز البحوث اللي احنا بنتكلم عليها مع دكتور طارق. ايوه على ما مدير الجمعيه يتحرك معانا ويبتدي يشوف التقاوي احنا مش هنستنى. انا دايما أنا بتكلم في الملف ده، بس انت يا حاج قطب انا عارفك راجل محترم ونشيط، فانت لازم برضو. انا جاي التقاوي اول امبارح من الاداره. جاي التقاوي ايه؟ اللي جاي التقاوي رز وجاي التقاوي ذره اللي هو 11 ده. انت في الدوره الزراعيه بالنسبه للرز ولا لا؟ انا بقالي 4 سنين ما زرعتش رز. يعني انت في الدوره ولا لا؟ انا في الدوره ايوه. انا بس كده انا بطمن عليك. بشكرك يا حاج قطب وبالتوفيق دائما. إيه؟